بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايين بقى نتعامل ازاي مع الديب بيكر والتايم بيكر اللي احنا عايزينهم برمجيين. فانا عشان اقدر استخدمهم واريد ان انا بتعامل معاهم واقدر اسلكت منهم الحاجه اللي انا عايزها، فعرفت تكست فيو واديته الهايت ماتش بيرنت، واديته الويتس ايه راب كونتنت، واديته الاي دي، ادي له اي دي مثلا وليكن تكست ايه تكست فيو وخلصنا، او ادي له مثلا ديت تايم تكست فيو، ادي له الاسم اللي انا عايزه فسميه ديت تايم تكست فيو. ديت تايم تكست فيو دوت اللي انا عايز اعرف فيه ان انا عشان بس لما اوريك ان انا اخدت من الديت او اخدت من التايم اعرضه لك في تكست فيو تبقى شايف يعني. تمام؟ طيب ده التكست فيو بتاعنا بعد الباتون كده من فوق. حلو، ارجع بقى للايه السكند اكتيفيتي واكتب الكود بتاعي. هعرف الكود بتاعنا بتاع الديت تايم بيكر، عايز اقول له دوت جيت او دوت كاست بتاع كارنت ديت. طبعا لو انا عايز اجيب الكارنت، لكن انا اقول له لا انا مش عايز الكارنت. هو هنا انا عندي ان انا اقدر اجيبهم مفصلين للاسف، يعني اجيب الير لوحدها، اجيب المانث لوحده، واجيب الدي لوحده. خلاص، هو بتيجي كده في الديت بيكر بتعامل معاه اقطع اللي انا عايزه. فقلت له طيب انا هعمل ايه عشان اجيبهم بقى جنب بعض، او اجيبهم بشكل ديت او زي ما انا عايز. اقول له مثلا هات لي المانث، فاقول له ديت بيكر دوت مانث. طب عايز اعمل جنبها سلاش واحط اليوم وسلاش واحط الديت الير بنفس الاسلوب، فهعمل كده زائد سلاش وزائد بلس يعني كونكات ديت بيكر دوت اي دوت دي دي اوف مانث يعني يوم من الشهر، و ديت بيكر دوت الير كده جمعتهم جنب بعض، ويبقى في فاصل اللي هي ايه سلاشات. هحطهم جوه فاريبل طبعا عشان اعرض الفاريبل. فقلت له فال او فار الديت بيساوي، هاخد ده كله واحطه جوه الديت. طبعا بس لازم اعمله دوت تو سترينج عشان هو فاهم ان المانثر نمبر يعني، فاقول دوت تو سترينج. ممكن خلاص استكفي باول واحده لانه بدا يفهم إيه خلاص ان انا عايز اعمل كونفيرت، او ان انا احول كله ده الاريح يعني حسب ما انت مستريح. انا بستريح كده ف دوت يير دوت تو سترينج. يبقى انا كده جمعت الايه الشهر اليوم السنه. طبعا عايز تنصب تاني نصب براحتك، هم دول انت اخدناهم من فرنسا. بعد ما عملت كونت الديت بتاعي كاملا اقدر بعد كده ان انا ايه اقول له الديت تايم تكست فيو دوت تكست، واحط جوه الديت اللي انا ايه اللي انا جمعته. فاقول له الديت تايم تكست فيو دوت تكست ايكوال الديت اللي انا جمعته بالشكل والتنسيق اللي انا عملته. اقدر كده اعمل ري ران واروح على الاكتيفيتي بتاعتي. تمام، انا عندي هنا يوم مش عارف كام. وهنا ما بيغيرش. لان احنا محتاجين نحط الكلام دوت يعني جوه بطن عشان لما كليك عليه يجيب، لما كليك عليه يجيب، لما كليك عليه يحس بالتغيير، صح ولا ايه؟ ومش هينفع اعمل له البطن اللي هو بتاع الباك، لان البطن بتاع الباك هيباك، فمش هلحق اشوف اللي انا عملته. فانا خدت من البطن كابي بيست وهسميه مثلا مش باك بطن، هسميه مثلا ايه تشينج مثلا ديت، او اسميه ديسبلاي ديت باتن، ديسبلاي ديت باتن ماشي، وهسميه ديسبلاي للديت. ده الباتن ده اخدت منه كابي وتعمل بيست، وتعالى نعمل واحد تاني ديسبلاي للتايم، وهسميه في التكست ديسبلاي تايم عشان نشوف دوت لوحده ونشوف ده لوحده. وقمت قايل بقى الكود ده كده هبقى اعمله جوه ايه، هقول له ديسبلاي باتن اللي احنا عملناه ديسبلاي ديت باتن دوت، هقول له سيت اون كليك ليزنر خلاص، واحط بقى الكود اللي انا كاتبه ده جوه الايه جوه الباتن بتاعي بيست. تمام، بقى جوه باتن عشان انا اقدر ادوس عليه اقدر يتنفذ واشوف ناتج تنفيذه على طول. فهيعمل ري ران واروح على الاكتيفيتي بتاعتي واقول له ديسبلاي ديت، ما عرضش حاجه ولا تحت ولا فوق، يبقى في عندي مشكله. التكست فيو ناقص تكست، لا مش لازم، انا بس هتاكد ان التكست فيو ظاهر اصلا واخد
والطريق له تمام، تيست مسج بس اتاكد بس ان هو معروض صح، ولو اتعرض صح يبقى كده ايه تكسيديو مظبوط وعمل ديبلوي ووصل اخر حاجه، اه تيست مسج طلع يبقى تكسيديو مظبوط واتعمل ديبلوي، امال ليه الزرار ده مش شغال؟ البطن بتاع الديسبلاي ديت. تعال نرجع نشوف في السكند بتاعتي، اه احنا حاطينه جوه الباك بطن، ما ينفعش احنا حاطين كده بطن جوه بطن، فلازم ده يشتغل عشان ده الفانكشن دي تشتغل على الديسبلاي بطن ديت بطن لوحده والباك بطن لوحده بس، فانا طلعته بره، هما الاثنين جوه الاون كريت لكن مش جوه بعض تمام، كانت غلطه ما كنت سرحنا عشان لما زودناها فما خدناش بالنا لما زودنا البطن يعني. ارجع كده على اوبن واقول له ديسبلاي ديت، اه جاب لي اهو ادي 12 40 1 اغير كده التاريخ وادوس ديسبلاي ديت، اهو بدات تاخد ديت. طبعا بفتح لليوزر ان هو يختار اللي هو عايزه، وانا بقدر اقرا اللي هو اليوزر اختار، هعمل كابي بيست زي ما هو بس هعمل على الديسبلاي تايم، الديسبلاي تايم بطن خلاص. الديسبلاي تايم بطن هم جاي هقول له تايم بيكر، وعندي بقى ايه انقي بقى بالاور، انقي بالمينتس، مفيش بالسكند مفيش، فقلت له تايم بيكر دوت اور وعملت دوت تو سترنج طبعا وكولون جنبها، وجنبيها هقول له دي تايم فناقص بلس بيكر دوت مينت تمام دوت تو سترنج، يبقى اجيب كده دي الساعه والسنه تمام، اعمل بلس هنا فوق، وهنا طبعا لو حبيت تجيب تايم بيكر دوت سكندز مش هتلاقيها لان مفيش حد بيقدر يختار الثانيه، ما بسالوش على اختياره بالثانيه، انا بقول له الساعه والدقيقه، ما عنديش حاجه ان انا اقدر اخليه يقدر يختار بيها الثانيه، ما عنديش دي، لكن ممكن اختار اللي هو البي ام والاي ام او لو انا عايز اعرضها، او اقول له ان الساعه دي 24 ساعه مثلا تمام، فانا اخر الساعه والدقيقه، فعلى سبيل المثال ممكن اقول له قبل ما اختار الديت هقول له مثلا تايم بيكر دوت، عندي بقى يا اما اقول له ايز 24 ساعه فيتعرض بنظام 24 ساعه، لا مش هقول له بتساوي ترو، يا اما اقول له ايز 24 اور كده فيو على طول هي تبقى واخده ترو، يا اما هقول له بقى ايه اعمل له كفانكشن، يعني في عندي طريقتين اقصد في طريقتين، في ايز كده دي كده خلاص انا حولتها، وفي سيت ايز ايه 24 ساعه فيو واقول له ترو، يعني دي شوف اللي انت اللي رايحك ايه، الاثنين هيخلوا لك العرض بتاعك على 24 ساعه، ففي ال 24 ساعه انت مش محتاج الاي ام والبي ام على حسب انت محتاج ايه، وهغير بس الفاريبل اسميه تايم، واما اجي اعرض اعرض مين؟ اعرض التايم، وبكده بقيت انقي كل حاجه انا عايزها في الايه في التايم اللي موجود عندي، اعمل ري رن واجرب واروح على الاكتيفيتي الثانيه اوبن، هغير الساعه بتاعتي مثلا 3:02 خليها مثلا الساعة 12 وهدوس على سيت تايم ال 12 ودقيقتين، التاريخ بيجيب التاريخ، التايم بيجيب الايه؟ بيجيب التايم، وكده يبقى سيلكت اللي انا عايزه منهم، طبعا لو شفت نظام ال 24 ساعة خلاص هيشتغل نظام الايه؟ الصباحي والمسائي، في حد عايز يبقى نشتغل مع الاي ام والبي ام يعني، او نبقى نعرضهم. لو دوست على ديسبلاي تايم طلعها لي ايه زي ما احنا شايفين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.